اهتمام كبير جدا بالمنظومة الطبية في السنوات الأخيرة. مصر وضعت على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبي، خاصة ملف زراعة الأعضاء، وأهم حاجة نشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين. صحيح يا شاذ، لأنه مش بس كده، كمان أنه تم إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط داخل مستشفى معهد ناصر، بيقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى قبل وبعد عمليات الزراعة، ده بجانب كمان دوره في تقديم خدمات الدعم النفسي أحياناً. دلوقتي احنا معانا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير حضرتك يا دكتور، نورنا. في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، ازيك يا استاذ جمان يا استاذ شاذلي، اخباركم ايه؟ صباح النور يا فندم، اهلا بيك يا فندم. بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب في البدايه حابين نعرف من حضرتك يا فندم اهميه هذه الخطوه. سيادتك، طبعا احنا بنلجا لزراعه الاعضاء عندما يفشل العضو عن اداء مهامه. ومنظومه زراعه الاعضاء في مصر ليها تاريخ طويل جدا وخبرات عميقة، سواء زراعة الكلى أو الكبد، وأخيرا وزراعة القرنية، ودخلنا أخيرا في زراعة الرئة. ودي طبعا في حالات بتبقى انتهى وظيفة العضو فشل كامل، زي في الكلى وزي في الكبد إلى آخره. احنا عندنا تقريبا حاليا 55,000 مواطن بيعملوا غسيل كلوي. غسيل الكلوي بيستوجب ان المريض يعمل غسيل الكلى مرتين او ثلاثه في الاسبوع. طبعا بتؤثر تماما على حالته النفسيه والعضويه وادائه، بدون شك بتنعكس بالسلب على اسرته، وليها تاثير مجتمعي، لان الدوله تقريبا بتتحمل كاملا كل مصاريف حالات الغسيل الكلوي. لو افترضنا إن 10% من هذه الأعداد تم عمل زرع كلى لها، وطبعا في حالات كتير قوي زرعت كلى، وفي حالات زرعت كبد وبنجاح كبير جدا، وعندنا حالات يمكن بقى لها ما بين 12 و15 سنة وأكثر عملت زرع هذه الأعضاء وتعيش حياة طبيعية كاملة مع بعض الأدوية التي تثبت هذه الأعضاء المزروعة. فطبعا مع ارتفاع متوسط عمر الانسان في مصر الحمد لله، وزياده عدد السكان، بقى في حالات اكثر بتحتاج زرع الاعضاء. فالمنظومه والدعم الكبير من الدوله لمنظومه زراعه الاعضاء، طبعا معظم الجامعات الكبيره فيها وحدات زراعه اعضاء زي المنصوره، كل الجامعات تقريبا، وزراعة الكبد، وبقى في خبرة مصرية عميقة في زراعة هذه الأعضاء. فالموضوع ده مهم لأنه بيرفع العبء عن المواطن المريض وعن أسرته، وبيؤثر طبعا بدون شك على التكلفة المادية للاستمرارية في علاج بعض الأمراض اللي بتحتاج علاج طويل المدى. عظيم جدا يا فندم. الحقيقه مصر مهدت الطريق لهذا الملف تحديدا لما اصدرنا قانون في 2010 لتنظيم عمليه التبرع بالاعضاء، عشان بقى نقفل المراكز غير المرخصه ومساله التجاره اللي كنا بنشوفها وكل هذه الامور. احنا عندنا عدد كبير من المراكز، اعتقد يفوق ال 30 مركز مؤهل للقيام بعمليات زراعه الاعضاء، لكن عايز اعرف من حضرتك ايه التحديات اللي بتواجه هذا الملف؟ حضرتك طبعا جزء من التحديات هي التكلفة المادية، جزء من التحديات هي الحصول على الأعضاء التي سوف تزرع. طبعا في نقاش على كيف نحصل على أعضاء لهذه الحالات اللي بتحتاج زرع عضو. يعني واحد عايز زرع كلى، يبقى أنت محتاج كلى تاني، زرع كبد محتاج كبد من حد تاني، زرع الرئه بيحتاج اثنين متبرعين لو كانوا احياء، او حتى اللي هنتكلم عليها بعد دقيقه واحده حضرتك. فمثلا اذا عمليه زرع الكلى اللي تم، زرع الرئه اللي تمت في جامعه الشمس، الحاله التي نقل اليها الرئه بيتاخد فصين من اثنين متبرعين تانيين، وكانوا اثنين اخوات فرحيه. فحضرتك يعني في ثلاث اوض عمليات بتشتغل في وقت واحد عشان تحصل على زرع الرئة. طبعا لحد دلوقتي في مصر
زرع الأعضاء بيتم نقل العضو من إنسان حي. يعني واحد بيتبرع بالكلى بتاعته فبتاخد منه كلى. واحد بيتبرع من فص من الكبد بيتاخد منه فص من الكبد. النقاش الدائم واللي بيتم لغاية حتى من يومين كان في مؤتمر للكلى وكنا بنناقش هذه القضية، هو قضية الحصول على أعضاء من الحالات اللي فيها موت جذع المخ. اللي هو المخ خلاص أصبح، يقول لك اللي أنتوا ساعات بتسمعوها كثيرا جدا كلمة الموت الإكلينيكي. ودي كان عليها ديبيت كثير جدا. يعني كيفية إن حد جاله موت جذع مخ وأصبح إكلينيكيا إنه متوفي مع إن أعضائه بتشتغل. يعني لو اتحط على جهاز تنفس صناعي القلب بيشتغل، الرئه بتشتغل، كل الاعضاء بتشتغل الا المخ اللي هو فيه مركز التحكم في الاعضاء، بمعنى ان لو اتشال مع جهاز تنفس صناعي هيتوفى. القضيه دي كان عليها نقاش كبير جدا وطويل بقى له عشرات السنين. دول شرعت هذا، ولازم في كل الاحوال اللي سوف يتبرع بهذا او لو حد يعني عنده موت جذع مخ والاقارب الدرجه الاولى، الزوجه، الزوج، الابن، الابنه، الاهل، لازم يوافقوا على هذا. ودي طبعا من الناحيه الاخلاقيه في هذا. واحنا واجهنا مشاكل كثيره جدا في زرع القرنيه. القرنيه في ناس عندهم عتمات على القرنيه وفي ناس ما بتشوفش نتيجه لان هذه العتمات موجوده على القرنيه. اذا اتشالت القرنيه القديمه المريضه وتحط بعد مكانها قرنيه اخرى بعمليه جراحيه ناجحه تمت مئات والاف منها في مصر، الشخص بيرجع تاني رؤيه كامله. وكان في هذه الحاله هذه القرنيه بتؤخذ من حد توفى فعلا، يعني مش لسه عنده جذع مخ او حد حي، لا، حد متوفى فعلا بيتاخد منه شريحه بموافقه الاقارب من الدرجه الاولى يا فندم. ورغم ذلك في بعض الناس بتعترض على هذا. يعني اهل المتوفى طبعا لظروف عندنا في مصر ظروف اجتماعيه. دكتور عوض، عشان نوضح بس النقطه دي بعد اذن حضرتك، كثيره جدا بتبقى حاجز ما بين نقل القرنيه الى الانسان الاخر. هايل. فاحنا الحقيقه في نقاش اكلينيكي طبي علمي شرعي. دكتور حضرتك سامعني؟ بنتوافق على كيفيه يبقى في نوع من الرضاء المجتمعي على نقل الاعضاء. دكتور حضرتك سامعني؟ اسامح حضرتك. طيب عشان بس اوضح نقطه للساده المشاهدين يا فندم، بيتم نقل العضو في حاله الوفاه الاكلينيكيه وبموافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى. بموافقة حد أو في حالة تانية لو هو الشخص نفسه كان موافق قبل كده على أنه لو حصل هذا الحدث موافق على نقل العضو منه. وإحنا حتى قلنا في مصر حتى في هذه الحالة لو هو موافق وكاتب إقرار بهذا ومسجل رسمية، لو حد جه من الأقارب في ساعة بعد الوفاة أو بعد حدوث الوفاة الإكلينيكية وقال لا مش عايزين، ممكن يرجع في كلامه. طيب هنا في نقطة مهمة جدا برضه يا دكتور عوض، إنه إحنا اتكلمنا فيها من الناحية الطبية ومن الناحية القانونية، ولكن يبقى الوعي المجتمعي والثقافي بالنسبة لنا إحنا في النقطة دي تحديدا، إحنا واصلين فيه لفين؟ حسيتك هي دي بتيجي تدريجيا. يعني حضرتك النقاش، حتى النقاش على المستوى الطبي، انا بتكلم معاكم بصراحه شديده جدا، الكونسبت ده او هذا الاتجاه او هذا الفكر لازم يبقى فيه قناعه كامله. احنا عندنا في مصر يعني الناحيه الشرعيه خلاص اتفقنا عليها واجيزت وكل شيء، انما العلاقات العاطفيه والارتباط الاسري، وبعدين انت لما بتيجي حد، يعني حتى انا شفت كنت بقول لزملائي زملاء الكلى في المؤتمر اللي هو كان من يومين، في ابحاث عالميه بتتكلم في هذا. يعني بيقول لك حد انت بتحبه او قريبك وفجاه
حصل مشكله، حصل وفاه لجزء المخ، وبعدين بتيجي تقول له انا حاطه على جهاز تنفس صناعي وهو بيتنفس وغازات الدم طبيعيه والضغط كويس والاعضاء وبيطلع مخرجات، وبعدين تيجي تقول له ايه ده هو ده ميت كلينيكيا هناخده وناخد اعضائه. طبعا هذا الاحساس العاطفي احنا عندنا قوي جدا، فهي العمليه بالتدريج وبالشرح المجتمعي يعني هي دي عايزه شويه وقت، لكن احنا مش ضد الفكره لكن ضد القناعه زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، القناعه والفكر المجتمعي وعندنا الارتباط الاسري قوي والعلاقات العاطفيه بين الناس قويه جدا، فهي دي ساعات بتبقى حاجز في هذا الاتجاه. عظيم. ومن ناحيه الشرع او من الناحيه الدينيه دار الافتاء اجازت هذا الموضوع واتكلموا قالوا يا فندم احنا فدنا فيها نقاش طويل جدا مع الساده يعني المسؤولين عن القطاع الديني وعلى فترات طويله جدا بل عدد سنوات اعتبروها من باب الصدقه الجاريه او الدين المسيحي. مفيش حاجه اجنست هذا ولا شرعا ولا في البلاد الاخرى ايضا. طيب مهم كمان يا دكتور محمد مساله قاعده البيانات سواء بالنسبه لي اللي محتاجين زرع اعضاء او بالنسبه للمتبرعين يكون عندي قاعده بيانات عشان اعرف، عشان لازم يكون في توافق ما بين العضو اللي هيتزرع من شخص لشخص اخر. تمام يا فندم، ليك حق تماما في هذا السؤال، وده بيبقى مركز رئيسي ويمكن بيشهد هذا الاتجاه. عندك مشهد رئيسي تسجل فيه الكترونيا الناس اللي محتاجه والناس المراكز اللي ممكن تاخد منها. يعني مثلا اوروبا ليها سنتر واحد اظن على ما اعتقد في بلجيكا ومتصل ببعض، وتقدر طياره مجهزه، ولان طبعا العضو اللي هينقل ده لازم يتنقل بطريقه معينه وباستعدادات معينه تنقل هذا العضو. فهذه الترتيبات اذا حصلت هتكون متسهل العمليه جدا، لانك ممكن تكون حاله مثلا في احدى المدن في اسوان ومحتاجه عضو موجود في القاهره، فلازم تكون عندك الاستعدادات الكامله زي ما حضرتك قلت بالمعلومات والبيانات الجاهزه، لان الحاجات دي كلها مساله ثواني ودقائق وساعات قليله. ليك حق تماما في هذا. طيب دكتور في نقطه كمان مهمه جدا، فكره الكاليبرز او الكوادر الطبيه، احنا عندنا الكوادر الطبيه دي متوفره ولا هيتم كمان في استراتيجيه لصقل المهارات الطبيه والعلميه المتخصصه تحديدا في زراعه الاعضاء؟ الاستاذ شاذلي دلوقتي عدد المراكز اللي بتقوم بزراعه الاعضاء. كل المراكز دي مؤهله تماما بشريا ومؤسسيا لزراعه الاعضاء. يعني مراكز الكلى متعدده، الخبراء عندنا ما شاء الله اعداد كفيئه كامله، لان الفريق الطبي ده مش بيبقى بس جراح، الجراح والباطني والتخدير والرعايه المركزه والتمريض والعاملين، بدون شك حضرتك عندنا هذه الكوادر. هقول لسيادتك مثل كيفيه الكوادر التي جهزت لزراعه الرئه. فرقه طبيه من هذا الفريق الطبي، فريق الزرع بيبقى فريق متكامل، سافرت الى اليابان وعدة دول اخرى وخدت تدريبات متعدده. وبعدين في اول زراعه للرئه كان في خبير ياباني اكبر واحد في العالم واكثر خبره عمل هذه العمليات من ناحيه، ومن ناحيه اخرى الراجل ده ما كانش بيخرج بره اليابان، انما لما شاف الفريق الطبي وقدراته جه زار مصر وقعد مده معينه وحضر زراعه اول رئه في مصر. انما من ناحيه الكوادر البشريه هي متوفره، الفرقه الطبيه الجاهزه لهذا سواء تحضير ما قبل الزرع او اثناء الزرع او ما بعده لان ده بياخد فترات طويله، الحمد لله هذه الكوادر متوفره في مصر. عظيم. لما كنا بنتكلم عن قانون رقم 5 لسنه 2010 المعني بتنظيم عمليه التبرع بالاعضاء تطرق لنقطة مهمة جدا كمان يا دكتور محمد، وهي إنشاء صندوق لتمويل هذه العمليات عشان غير القادرين كمان، احنا عارفين طبعا هذه العمليات مكلفة للغاية. سيادتك ده مظبوط، وحاليا دعم الحالات اللي بتحتاج زرع رؤى موجود، وتقريبا كل الحالات الغالبية العظمى منها بتدعم من الدولة ومن جهات أخرى بتساند في هذا،
لكن المؤسسات موجودة في كل مكان تقريبا. المستشفيات الجامعية وكثير المستشفيات وزارة الصحة مجهزة جهاز، زائد مركز طبي جديد هيتعمل، زائد الكوادر البشرية زي ما حضرتكم قلتوا موجودة تماما من مختلف التخصصات. يعني حتى لو تشوف عدد الفريق الطبي اللي بيساهم في هذه العمليات عدد ضخم جدا، وكلهم مؤهلين وفي الغالبية العظمى بيعملوا لدعم هذه القضية كجزء مهني. يعني تقريبا ما فيش حد بياخد فلوس في هذه العملية تمام. دكتور اخيرا خليني اسال حضرتك، يعني استغل الفرصه بما ان حضرتك معانا وبنتكلم عن الملف ده تحديدا، في فكره طبيه شائعه هتمنى بس حضرتك يا تصححها لنا، يعني تاكد عليها او تقول لنا لو كانت غلط. البعض بيعتقد انه زراعه الاعضاء لازم تكون من اقارب من درجه معينه او اقارب بشكل معين عشان الجسم ما يلفظش هذا العضو المزروع داخل المريض. هل ده في عمليات معينه او في عمليات متعلقه بزراعه اعضاء معينه، ولا ده مش موجود؟ يعني لو تقول لنا المنطق العلمي في هذه القضيه تحديدا، في هذه غالبا بتبقى موجوده مثلا في زراعه النخاع. خدت بال سيادتك؟ انما زراعه الاعضاء الاخرى بتعمل كروس ماتشنج بكل الوسائل، بتعمل كميه ابحاث كبيره جدا عشان يتم التاكد ان مش هيحصل ريجكشن او طرد للعضو الموجود، سواء جزء كلينيكيا بالابحاث التي تجرى ما قبل الزرع، وبعدين المريض بعد كده بيقعد طول حياته ياخد ادويه عشان تمنع زرع هذه الاعضاء. فحضرتك طبعا لما بيكون الزرع من حتى لو من نفس العيله من نفس الاسره، ممكن جدا يكون واحد هيزرع بيجيب مثلا اثنين من اولاده، زوجته او زوجها، حد قريبه، ممكن مش كلهم يبقى فيه ماتشنج في هذا، مفيش توافق يعني. فحضرتك الماتشنج ده او التوافق بيجرى بطريقه دقيقه جدا قبل عمليه الزرع حتى يتم التاكد تماما من ان العضو ده لن يطرد عند الزرع. وفي نفس الوقت المريض او اللي بينقل اليه العضو بياخد ادويه تمنع هذا الطرد. شكرا جزيلا يا فندم دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ألف شكر ليك يا فندم.